المحافظات اللي موجود فيها المدارس اليابانية؟ احنا تقريبا مغطيين تقريبا كل المحافظات بالظبط، مع طبعا اختلاف ان في محافظات فيها مدرستين او ثلاثة، في اربعة، في محافظات فيها مدرسة واحدة، فعلى حسب. لكن كل المدارس، كل المحافظات غالبا فيها مدارس. لو نجحت التجربة اليابانية في هذه المدارس، هل ممكن نعممها في المدارس التانية؟ بالفعل احنا عندنا في حاجة احنا بدأنا نشتغل عليها، اللي هو نظام الاكزيستنج، المدارس اللي هنبتدي نشتغل عليها، ان كل مدرسة يابانية هنبتدي نضم لها مدرسة اخرى حكومية، علشان نبتدي ان احنا نعمل لها اعادة تأهيل انها تمشي على السيستم بتاع المدارس المصرية اليابانية. ودي خطوة جيدة ان احنا بدأنا ان احنا نوظف المدارس بتاعة التعليم العام ان هي تبقى تعمم عليها التجربة.